في خطوة لدعم الفنون المسرحية، أقامت نقابة الفنانين في بابل بالتعاون مع مديرية الشباب ورياضة بابل العرض المسرحي لعنة بيضاء، عرض تميز بالاحترافية وتصوير الحياة العامة التي يكون محورها السلطة والمال. اليوم مبادرة كانت أولى من نوعها، تعاون مع نقابة الفنانين بهذا العرض المسرحي على قاعة حمزة نوري. ومثل ما شاهدت اليوم العمل المسرحي حقيقة عمل رائع جدا، ويمكن احنا ايضا ساعدناهم ايضا بعض الامور اللوجستية بخصوص العرض المسرحي. ارتأى كادر العرض بقيادة الدكتور محمد حسين حبيب ان يذهبوا الى مكان مغاير في فكرة جديدة، ان نوظف قاعة رياضية لعرض مسرحي، فهي بحد ذاتها جرأة كبيرة، لأننا نؤمن بأن هناك احتياجات تقنية لخشبة المسرح وللحضور وللسينوغرافيا، لكن اليوم كادر العرض قد كسر هذا القيد في المسرح وذهبوا إلى قاعة بتغيير المناخ وتغيير المكان وتوظيف ما موجود في هذه القاعة لتكون قاعة للعرض مسرحي وفق تقنيات مسرحية متنوعة. فنجحت هذه التجربة رغم خطورتها يعني، ودائما نحن نبحث عن المغايرة في المسرح ونبحث عن التجارب الجديدة. الاستثمار الأمثل للإمكانيات المكانية والزمانية والمؤثرات الصوتية والبشرية جعلت من هذه المسرحية لوحة شدت انتباه الجمهور طيلة فترة العرض، ما جعله يعيش تلك اللعنة بكل تفاصيلها. أحياناً الرؤية الإخراجية لفكرة العرض والرؤية التي يصبغها المخرج لهذه الفكرة هو كيف يحول مكان ما يتناسب مع رؤيته الإخراجية، وهذا ما حدث معي حقيقة الآن. أولاً بصراحة الذي قادني إلى هذا المكان عدم وجود قاعة مسرح في بابل مناسبة للعروض المسرحية المعقولة. كل قاعاتنا في بابل ضعيفة صغيرة، 100 كرسي 120 كرسي، المسرح صغير، التقنيات فقيرة جداً وضعيفة. هذه المدينة كل يوم يخرجون ليلا حتى يسرق أحدهم بيتا آخر، وهذا اتفاق عملي وسيرة سار عليها الناس حتى جاء حظي الأكبر، حظي الأكبر، وأصبحت أنت جاري، لكنك لا تخرج حتى تسرق، وأنا لا أستطيع الدخول إلى بيتك حتى أسرقك لأنك موجود فيها، وأنا كل يوم أسرق ولا أسرق، فلم يبقى في بيتي شيء نأكله، أليس كل هذا بسببك؟ هذه القيم التي ذكرت في العرض المسرحي قيم إلهية وليست قيم بشرية، وبالتالي الإله حينما يدفع مجموعة من القيم الأخلاقية هو متأكد ومتيقن أنها قابلة للتطبيق وليست مستحيلة، لأنه قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فبالتالي هذه القيم تستطيع النفس البشرية. ولكن السؤال متى تطبق هذه القيم؟ عندما يعي الإنسان أنه هو مسؤول عن أخيه الإنسان. لعنة بيضاء عمل اجتمعت فيه عدة عناصر من كاتب ومخرج وممثلين لتبدع فيه نقابة الفنانين، وليشهد الفن إن بابل منبعا للفنون المسرحية. لبرنامج صباح الخير يا عراق، أزهار السلطاني، بابل.